السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اللي جديده واول مره تدخل على القناه تاعي مرحبا بك، انا بشرى قناه لوتيس كريم. بنات اليوم جيت نوري لكم كيفاش نديروا الجيب، كيفاش نديروا الجيب في هكذا الجيب في البنطلون ولا في لاجيب ولا المهم كيفاش تركبوا الجيب. درته لكم الخطره اللي فاتت بصح ما بانش، هنا غادي يبان لكم علاش. على خاطر شوفوا استعملت قماشين وغادي تفهموا كيفاش باش هكا كيش يجي كحز وكيفاش باش ديروا هاد القطعه. فوالا البنات، الوغ تشوفوا هذا بنطلون لارج حتى هو ما فيه الميتاش باسكو عنده لا ميم كوب كو لو بريسيدون. فوالا الوغ بنات اللي ما شافوش الفيديو اللي سبق بنطلون لارج روحوا شوفوه وروحوا شوفوه ومن بعد عاودوا لي شوفوا هذه اللي يبغيو يتبعوا الجيب نيشان. الوغ تشوفوا جا علامه بون. حاجه اللي نبدا بها لبس البدعيه، درت تحتها بودي سي نورمال جو با نلبسها هكاك. والبنات اللي قالوا في الفيديو اللي سبق باللي محلوله بزاف، حنا غير باش تشوفوا باللي ماشي محلوله بزاف، فوالا ماشي محلوله بزاف. كنت قلت لكم باللي المانكان صغير، كي نقول لكم المانكان صغير يعني امنوني باللي المانكان صغير. هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما تنساوش تتبعوني في انستغرام لي تبغي تدي لي نوفال عليا طول طون طول طون طول طون، تبعني في انستغرام. فوالا بنات، الوغ بنات اليوم جيت نوري لكم كيفاش نخيطوا الجيب تاع السروال. راني ماشي نخيط هنايا سروال واحد اخر عريض نفس لا كوب تاع السروال الكحل، نخلي لكم الصوره تاع هنايا. لي تبغي لي زيتاب تاع كيفاش نفصلو وكيفاش باش نديرها عريض وكامل تمشي تشوف الفيديو تاع السروال. شوفوا البنات، في الفيديو اللي في الفيديو اللي سبق تاع السروال لارج درت الجيب يعني يجي نيشان، ما جاش كحز، وهنا غادي نوري لكم كيفاش باش ديروه كحز. دونك غادي نبداو من ليطاب تاع كي نجيو نركبوا الجيوب، تما تشوفوا الفيديو الاخرى وتعاودوا تولوا هنايا باش تشوفوا لا سويت وتفهموا. بون شوفوا هاني خديت لولين مختلفين، القماش اللي بقى لي من السروال الاخر راني نوتيليزيه، غادي نوتيليزيه فوالا نوتيليزيه. والسروال هذا جديد شوفوا جايها ساتان جاي شباب، لاني نخيط فيه ساتان بلو نوي جاي شباب. اغفار شوف كنت فهمتكم في فيديو اللي سبق بلي نحتاجو ربعة تاع الجيوب ايدنتيك. اغفار يجيو كيما هاكا، شوف كيش يجيو هكذا، يجيو هكذا فوالا. زوج اليمين وزوج اليسار. دروك انا واش راني باغيه ندير، راني باغيه باش الجيب ما يجيش كي تدخلي يدك هنا. شوف الفتحه تاع الجيب كي تدخلي يدك ما يجيش هنايا نيشان مع الخياطه اللي تجي في الجانب. الجيب انا باغاته يجي شويه كحز، دوكو صادير الجيب لا دوبلور تاع الجيب الداخل تبان. اغفوار البنات، كيفاش ندير هنا؟ تاخذوا الامامين، شوفوا تاخذوا الامامين كي تفصلوا، تاخذوا الامامين تحسبوا شو هذه الجهه اللي تجي في اللي تجي عند لونتري جامب، هذه الجهه اللي تجي لونتري جامب، وهذه تجي في الجانب يعني هذه تجي هاكا تجي هنايا هاكا. عرف كيفاش ديروا في الفيديو الاخر؟ درتها نيشان، قصيتها نيشان. فهذا واش تديروا؟ ديري يدك هاكا تحسبي ابوبخي شبر، ولا نقول لكم شحال فيها، فيها 17 سنتيمتر، تحسبي 17 سنتيمتر وهنا تدخلي ستة سنتيمتر وتقصي هنايا فوالا باش يجيكم هنايا. تقصي الامامين فوالا، امامين هاني قصتهم. ما كنت باغا نفيلميها هادي عليها ما صورتش هاد لي طاب، من بعد عاود قلت ما معليش انا نفيلميها هكذا تستفادوا. فوالا دوكو الامامين ها كيفاش يجيو، كي تحطي الامام تحتها الظهر، ناخذ الظهر شوفوا كيش يجي، هذا هو الظهر وهالامام، هالامام شوفوا كيفاش يجي، هاكي يجي شوفوا ها جيب يجي كحز فوالا. المهم انا في شاك فيديو نبغي نعلمكم حاجه جديده، ماشي حاجه شفتوها ونعاود نقعد غير نعاود لها في الفيديوهات في مي فيديو فوالا. الوغ فوالا اي صاي، هنا راكم فهمتوا كيفاش نقصت، قلت لكم تحسبوا
تجيو هنا تحسبو 16 سنتيمتر وهنا ديري واحد الدو دوا ولا 3 دوا وقصي جاي مثلث فوال. الوغ دروك غادي نفوتو في ليطاب تاع كيش نركبو الجيب. شوفوا البنات شوفوا هذا الظهر ياك هذا الظهر هذا الظهر وهذا الجيب تاع الظهر الجيب اللي يلصق مع الظهر فوالا الجيب اللي يلصق مع الظهر يجي هكا هذا الامام شوفوا كيفاش غادي يجي يجي لو كان يعني كون ندير هكا كون ندير له هكا ما نديرش عليه تغييرات كاين واحد لي بونطالون اللي شغل يديروا لا دوبلور تاع الجيب مختلفه زعما يدخلوا عليها يدخلوا عليها تغييرات باش يجي شباب زعما باش يدخلوا لا كولور فوالا باش يدخلوا لا كولور في الجيب الوغ اللي تبغي القماش تاع الجيب لا دوبلور تاع الجيب تبان هنايا تبان يعني الجيب هكا جيب مفتوح وتبان تخليه كيما راه واللي ما راهاش باغيه يعني ما راهاش باغيه باش زعما ك لا دوبلور تبان هاد لا دوبلور تبان تبعوا الخطوات اللي نديروه الوغ فوالا بسم الله شوفوا غادي ناخذ زوج غادي ناخذ شوفوا قلت لكم كاين زوج تاع يمين وزوج تاع اليسار زوج يمين وزوج يسار الوغ هذه اللي من الفوق هذه اللي من الفوق تجي مع هادو زوج اللي من الفوق يجيو مع تاع الامام وهادو زوج يجيو تاع الظهر الوغ هادو غادي ندير لهم تغيير دو فاصون كو كي الخياطه كي نخيط الجيب ما يجيش باين باغي ندير لا كولور لا ميم كولور الوغ واش عندي شوفوا ها الوجه على الوجه بلوتو الظهر على الظهر الظهر على الظهر هكا حط هكذا وحده فوق وحده نيشان ونجيب جهه تاع الامام وحده جهه تاع الامام اش ندير نحط هكذا نحط هكذا فوق الجيوب بون ما عنديش لي شوت بزاف غادي نشوف شحال عندي لي شوت باش نقص دوك واش ندير غادي ناخذ لي شوت بقاولي غير هاد لي شوت من التيشو مبقاليش دي شوت بزاف الوغ شوفو عندي ناخد دي شوت بنات توجور كي نحطو نحطو الوجه على الوجه ولا الظهر على الظهر باش ما نغلطوش افوار ناخد من لي شوت واش انا غادي ندير ناخذ لي شوت هادو بقاو لي ما بقاليش زعما ك مستطيل الوغ شنو غادي ندير غادي نقص شوفو نحط هكذا حط هكا دي لي شوت سقده نيشان باش هكذا ما نجيش نضيع القماش اب نحط هكذا واش غادي ندير غادي نشوف خاص المينيموم هنايا لو مينيموم على الاقل تكون هذه المسافه تاع الجيب اللي خليتها هذه المسافه تاع الجيب تاع اللي خليتها الوغ شوفوا كيفاش غادي نقص نحط هكذا زدت حطيت هذا لو تريك تاع الامام فوالا الوغ لا دوبلو لي شوت لي نزيدهم بنفس اللون تاع السروال تيشو تاع لا دوبلوغ والامام لي قصيت له الجيب ونقص بسم الله
فوالا صايب من الناحيه الامام ما نحتاجهش. اش غادي ندير؟ شوفوا نقص هنايا نيشان اب نقص نيشان هنا نيشان اب شو غادي ندير هنا نقص هنايا هكذا قلت لكم لازم نقص هنا لازم ناخذ بعين الاعتبار ال هنا هاد لا ديستانس الوغ نقص دو لا شفتي شلي قدني واي قدني ونقص فوالا هادو ما نحتاجوهمش سما دير هكا شوفو كشي جيب تاعي يجي الجيب تاعي فيه لونين علاش باش كي نجي نخيط هنايا استغفر الله كي نجي نخيط هنايا هكا كي نجي نخيط هنا ما يبانش فوالا بصح اللي ما تبغيش يعني ما تبغي باش لا كولور تبان ما ديرش هاد لي طاب فوالا البنات فوالا اب هذا تاع الظهر وتاع الامام كيش غادي ندير له هادو زوج تاع الظهر تاع الظهر تاع الامام كيش غادي ندير له نحط وجه على الوجه الوجه على الوجه هكا ونجيب هذيك تاع الامام ونقصها على حسبها نيشان نجيب وحده تاع الامام نقص هذه هنايا على حسبها نيشان فوالا هاني كملت هما دو زوج جيوب تاع الامام زوج جيوب تاع الامام يجي هكا جيب والاخر يجي نفس الشيء الاخر يجي نفس الشيء فوالا دوك شنو راني ماشي ندير حاجه الاولى نبدا بها نبدا بهذا غادي نلاقي هادو زوج شوف نلاقي هادي مع هادي وهادي مع هادي خيط غادي نخيط هادو زوج هكا وجه على الوجه ها فوالا ها الجيب فيه لونين شفتو جيب فيه زوج تاع الالوان نزيد زوجة فوالا هما دو لي دوج زوج جيوب هادو تاع الظهر هذا غادي نحدد باش تموت غادي نحدد باش تموت فوالا تشوف هاني حددت درت اون سور بيكور هنايا ياك الوغ ناخذ الظهر الوجه على الوجه هذا الظهر هاكا الوجه على الوجه شوف لونتخ جومب هاو وين راه لونتخ جومب راه هنا نجيب الجيب الاول هنا وجه على وجه ونحط هذا هكا والجيب الثاني كذلك وجه على وجه ونخيط هنا فوالا شوفو ها خيط ونحل هاك الشي يجي الجهة الثانية واش نزيد ندير دروك هذا تاع الخلف
غادي ناخد الامام خذ الامام هكذا نجيب الجيب هذا الوجه ها هذا الوجه نحط هكذا نخيط هنايا فوالا غادي نحدد ونعاود ندير اون سيغ بيكيغ شوف نقلب هكا غادي نحدد عاود شوف نجيب هاد الخياطه هادي الخياطه هادي نجيبها لهاد الجهه تاع الجيب وندير خياطه اون سيغ بيكيغ من الفوق فوالا نحدد باش تجي مليحه نعاود ندير لي سيربيكور هنايا فوالا درت لي سيربيكور نزيد نعاود نحدد فوالا نعاود شوف هكا نعاود نقلب هكا ونحدد نحدد هنايا فوالا شوفوا في الدار هاك شي يبان نجيب الدار هاك شي يبان نجيب فوالا غادي نخدم الزاوجه ونولي لكم شوفوا صاي هنا الخطوات يوليو نفسهم تاع الفيديو اللي سبق غادي غير هنايا نوريكم غير هذه هنا ونكمل هذا تاع الظهر تاع الامام راه شوف هنا ناخذ الظهر هذا وجه على وجه يعني اليمين اليسار ونزيد الامام هكا اب نحط هكذا هكذا يعني نزيد الامام هكذا نزيد عليها هنايا الامام توجور الوجه وجه على الوجه ايا واش غادي ندير غادي نجي هنا من تحت هنا هكذا ونخيط من تحت باش ما يصرالش ديكالاج منا نجي مخيطه هنا حتى لهنا نعاود فوت نثبت الجيوب ونطلع حتى لهنايا فوالا والخطوات التاليين كاع اللي بقاو نفسهم تاع الفيديو تاع الاول اللي وريته لكم بونطالون لارج فوالا البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو تاع اليوم وتفهمتوا نيشان كيفاش نخيطوا الجيب وتفهموا نيشان زعما تفهموا نيشان كيفاش ندخلوا هكا اون كولور في الجيب فوالا البنات نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم ما تنساونيش بالدعم والاشتراك واللايكات والبارطاج سورتو باش تعاونوا الفائده الله في روحكم بزاف بزاف عواشر مبروكه و ايون بروشان فيديو ان شاء الله.